السلام عليكم. اليوم غادي نشوفو الصفحة 174. هذه كاينة في الوحدة السادسة، يونيت سيس، سومان دو، الأسبوع الثاني. عندنا العنوان هو أو فواياج تو، فين غادي تسافر؟ أو فواياج تو، فين مسافر نتا؟ أكتيفيتي أورال، أنشطة شفوية. عندنا لاكتيفيتي، كاينة دو أكتيفيتي. الأولى فيهم كيقول لك أوبسيرف بيان ليزيماج، ولكن قبل هذا الشيء الاستاذ غادي ولا الاستاذه غادي نوضكم تحاولوا دراماتيزيو داك لو ديالوج اللي شفتو السيمانه اللي فاتت تعاودوا ديروه، وانا نخلي لكم حتى الاخر ديال هذا نكملوا الشرح ونخلي لكم في الاخر، ولكن نتوما في القسم راك تبداو به هو لو ديالوج، عاد تجيو توسعوا في هاد الوضعيات الجداد. ياك ندوزوا النشاط الاول. النشاط الاول شنو يقول لك الاستاذ؟ يقول Un touriste est arrivé. À la ville de Rabat. Il a visité ces lieux et d'autres. Zar had amakin wa amakin okhra. Hna kima katchoufou kina wad abirqraq wal bahar min had jiha okhra. Hadi Rabat w jiha dial fi makina shala. Hadi yemkin medina qadima aw qasbat lwadaya. هنا قال لك زار هاد الاماكن واماكن اخرى، يعني تقدر تهضر له على ضروري ما يعيش في صومعة حسان، ضروري ما يعيش في ضريح محمد الخامس. ده هنا قال لك إيل راكونت، هو يحكي للسائح، كيقصدو السائح، سو كي لا فيو، ما رآه، سو كي لا فيو، إس كي لا في، وما فعله، يعني لو فيرب فوار ولو فيرب فير، شنو شاف وشنو دار. إيماجين سو كي بو دير، تتخيل أنك أنت هو داك السائح وقلنا شنو يقدر يقول. مثلا بغى يقول شي حاجه يحكي لنا على هذا، انا درت لكم واحد النموذج ديال شنو يقدر يقول لنا. يقول لنا مثلا غابه ات اون فيل ميرفيوز، الرباط هي مدينه رائعه. جي ادميري، اعجبت به، بماذا؟ سي مونيمون، مآثر التاريخيه ديالها. كوم، مثل لا سيليبر تور حسان، الشهيره صومعة حسان الشهيره، avec ses piliers بأعمدة، دوك العمدة دوك الركيز، en marbre ديال الرخام. aussi ايضا j'ai adoré، اعجبت به ولا عشقت le grand mausolée، يعني الضريح الكبير ديال محمد الخامس. le véritable palais، هنا قصر حقيقي. l'ancien médina est splendide، والمدينة القديمة هي رائعة ولا جميلة ولا خلابة. واضح، ممكن تكمل تزيد اللي بغيتي تزيد. ندوزو لاكتيفيتي نيميرو 2، شنو النشاط الثاني؟ هو عندنا لتحت النشاط الثاني، واللي مهم كاع، اللي مهم في هادشي كامل، وكنوصي ديما عليه التلامل، وكنوصيكم حتى نتوما دابا عليه، هو ان ديما واحد الكارني صغير ولا دفتر ولا اللي عجبك، وسجل هاد الكلمات بالشرح ديالهم، باش يولي عندك واحد الرصيد لغوي مهم جدا. لان الا ما كانش عندك رصيد لغوي ديما ما تبغي تهضر فرونسي تبقى تلعتم او تبقى تقلب عليها وما تلقاش داك لو مون اللي خاصك تقولو. هنا لا بواط امو، هاد علبه الكلمات خاصك تحفظهم على الاقل، بعدا احفظ هادو لما ديتي ولا ما هضرتش دعي هاد الكلمات هادو تحفظهم. هنا دابور، اولا باش تبقى تعبر في اي انشاء غادي تقول دابور، اولا لو بروميي جو، في اليوم الاول، اونسويت من بعد، ابري، هادو بحال الخياطه ديال دوك الكلمات، عندك الكلمات هادو باش كتبقى تخيطهم، اونسويت après، بعد ذلك، puis، من بعد، enfin، واخيرا، il y a، هناك، il ولا elle est située، يعني شي حاجه راها تقع في، بحال صومعة حسان elle est située، وتقول فين واقعه. ce sont des، انهم، ماذا؟ c'est un ولا c'est une، انه ولا انها شي حاجه. elle est construite ولا elle est construit، انه مبني ولا مبنيه، en، بكذا وكذا، مثلا marbre ولا زليج ولا هذا. هنا pour citer des lieux، باش نهضروا على اماكن، باش نحددوا اماكن، نقولوا نقربوها شويه، نقولوا la ville، المدينه، un musée، متحف، un monument، يعني مآثر، un mausolée، ضريح، des avenues، شوارع، des rues، ازقه ولا طرق صغيره، une tour، هي صومعه. pour décrire la décoration، باش نهضروا على الزواق الزخرفه اللي كتكون في البنيه داكشي، نقولوا دو ماربر، هو الرخام، دو زليج، الزليج كما كتعرفوا، دو بلاتر، القبس، دو بوا، الخشب،
دو مارفر هو معاود هنا وهنا الرخام. هنا في السؤال شنو غادي يقول لك؟ نشوف شنو غادي يقول لك. هذا الشيء لان تستعملوه بزاف الكلمات تكون تحفظهم. راكونت احكي اتي كاماراد الاصدقاء او زملائك ان فواياج سفر كو تو في اللي فايت درتيه. مثلا سافرتي الاتخونجي الخارج مثلا هذا قوس النصر في فرنسا مثلا شي خارجه مدرسيه ان سورتي سكولير هي ولا ان فواياج اون فامي ولا سفر مع العائله. نختاروا نعبروا لنا نكتب لكم واحد النموذج دابا نتبعوه شنو نقولوا. قول مثلا لتي دانيي لتي دانيي جو سوي بارتي انا ذهبت في سفر اون فواياج افيك مع مون اونكل. اونكل راه كتقال على العم وعلى الخال افيك مون اونكل ياك كازابلانكا. ايه دابور ماجيسكي كنبداو بها الجمله دابور جي فيزيتي انا زرتو لو كارتيي حي دي حبوس مشهور هذا الحي سيت ان كارتي انسيان انه حي قديم ancien avec plein de bazar et داكشي ديال انتيكات داكشي ديال بازار معروف اي مدينه كيكون شي بلاصه فيها داكشي ديال الحاجه التقليديه هذاك كالعقيق بوي. من بعد شنو درنا نو زافون فيو اهم حاجه هو مسجد الحسن الثاني راه واضحه. Nous avons un hajj qui n'a pas d'arbeida, ni chouha bnadem. Nous avons vu la mosquée. Hassan II. Angoulou, elle est inna. Elle est immense. Puis le bzef, j'ai essayé. Dakhma. Immense. Immense. Enfin, أخيراً, ماذا؟ J'ai fait, درت, une longue promenade. مسارية طويلة. Promenade. Au bord, la défaite, au bord de la mer. Défaite في البحر. A la corniche corniche عين ديال مثلا كون سبونسيون نديرو كازابلانكا كازابلانكا مالها اي اون غروند دي جولي فيل اللي عجبك غروند فيل بوان فينال. ممكن ندير لي بغيتي ومن بعد دابا غادي ندوزو نشوفو لو ديالوغ. ديالوغ شوفو ديالوغ. مارين ايطالي عربا مارين مشات للرباط. ال راكونت هي تحكي سون فواياج سفرها ا سيزامي لاصدقائها. بول شنو قالها؟ قالها مارين سي فري كو تي فيزيتي رابا. واش بصح زرتي الرباط لا كابيتال دو ماروك عاصمة المغرب؟ مارين قالت له وي ايه جو سوي الي انا مشيت افيك مي بارون مع عائلتي ارابا الرباط. سيمون
قلت لها raconte-nous ton voyage, احكي لينا على السفر ديالك. مارينا تبدا تحكي دابا شنو قالت لهم. لو بروميي جور, اليوم الاول, ان غيد سامباتيك, واحد المرشد ظريف, نوزا امني, دانا اخذنا نشوفو فوار لا تور حسن, شوفو صومعات حسن. سي انها لو ميناري هو المئذنة, الصمعة, المئذنة دون موسكي, دي واحد المسجد, كي ايتي كونستخويت, اللي تبنات او دوزيام سياكل, او دوزيام سياكل, يعني واحد المسجد اللي هذيك الصومعة ديال واحد المسجد اللي تبنى في القرن الثاني عشر الميلادي. بول قالها اي ابخي, ومن بعد, من بعد ما شتي صومعات حسن داك النهار الاول مع داك المرشد, مارين قالت له اونسويت, من بعد, nous avons visité un beau monument, من بعد راه مشينا زرنا واحد المأثر عمراني ولا واحد معلمة تاريخية زوينة. شكون هو؟ هو لو موزولي ضريح محمد الخامس, موزولي محمد سانك. إلي ريشمون, إنه غني ب ديكورات, ديكوري دو ماربر, يعني مديكوري بشكل يعني مزين ولا مزخرف بشكل غني. دو ماربر, شنو هو دو ماربر؟ هو الرخام, فيه الرخام. دو زليج, وفيه الزليج مزوق بالرخام وبالزليج. دو بوا, وبالخشب. اي دو بلاطر, وبالقبص. سيمون قالت لها سي تو, صافي هادشي. مارين قالت لهم بوي, من بعد, nous avons visité, من بعد زرنا le musée, متحف ديال des arts traditionnels, ديال الفنون التقليدية ماروكان المغربية, qui se trouve, اللي كيتواجد, dans, اللي كيتواجد فين, dans la قصبة, في قصبة الوداية. قصبة الوداية راه قريبة لسمعة حسان. سيمون قال لها كيل بو فواياج. سيمون قالت لها يا له من سفر رائع ولا سفر جميل. نعود القراءة. قرأ قراءة عادية, من بعد عاد نقرأ كلمة بكلمة. مارين, c'est vrai que tu as visité Rabat, la capitale du Maroc? Oui, je suis allé avec mes parents à Rabat. Raconte-nous ton voyage. Le premier jour, un guide sympathique nous a emmenés voir la tour Hassan. C'est le minaret d'une mosquée qui a été construite au XIIe siècle. Et après, ensuite, nous avons visité un beau monument, le mausolée Mohamed V. Il est richement décoré de marbre, de zellige, de bois et de plâtre. C'est tout? Puis, nous avons visité le musée des arts traditionnels marocains qui se trouve dans la Casbah des Oudéas. Quel beau voyage! Alors, d'abord, quelle même kelma. Marine et allez, maintenant, vous êtes allé à Rabat. Elle raconte son voyage à ses amis. Ses amis, quand il y a la liaison, ses amis. Marine, c'est vrai que tu as visité, tu as, l'enchaînement, visité Rabat, la capitale du Maroc. Oui, je suis allé avec mes parents à Rabat. Raconte
nous ton voyage. Le premier jour, un guide sympathique nous a emmenés voir la tour Hassan, c'est le minaret d'une mosquée qui y a été construite au 12e siècle. Et après, ensuite, nous avons, la liaison, nous avons visité un beau monument, le mausolée Mohammed V. Il est richement décoré de marbre, de zellige, de bois et de plâtre. C'est tout. Puis nous avons visité le musée des arts traditionnel marocain qui se trouve dans la Kasbah des Oudeya. Quel beau voyage! Nous avons la fin, je vois bien.